مساء النور عليكم جميعا. نرحب بابتهال خبيرة التجميل السعودية. اهلا فيك يا روحي. وبيكي خبرينا ابتهال، اليوم شفتك اللي عملتي لي ميك اب كتير حلو، خبرينا على الخطوات بتاع المكياج. خطوات الميك اب كانت بسيطة، عملنا لوك حلو وانتي جميلة اصلا سيرين، والميك اب كان مناسب للوك العروس اللي احنا كنا عاملينه، وان شاء الله يا رب يكسر الدنيا. ابتهال ليش اخترتي مصر تحديدا؟ مصر بلد الجمال، بلد الحضارة، بلد كل حاجة جديدة مميزة. بالنسبة لي مصر عشق، يعني عندي انتماء قوي لمصر، غريب يعني بصراحة من زمان. فأول ما فكرت انه انا ابدأ قلت على طول حبدأ من هنا. ده حاجة in common بيني وبينك، الاثنين ابتدينا من مصر. يعني انت كخبيرة تجميل وعندك خبرة في الميك اب، هل الميك اب يعمل تجاعيد؟ لا، الميك اب ما هيعمل تجاعيد لو احنا استخدمناه بالشكل الصح. يعني الميك اب احنا ما ينفع ننام بيه، زي ما قلت لك في البدايه انه لازم البشره تكون مترطبه على طول. خلصتي مثلا من السيشن او خلصتي من المناسبه، لازم الميك اب ده يتمسح كامل وترجع البشره تترطب وتكون تمام وتكوني محافظه عليها، عشان تحافظي على بشرتك من التجاعيد. في مرطبات معينه احنا بنستخدمها عشان تحافظي على التجاعيد دي ما تطلع تاني وتحافظي على نضاره بشرتك، افضل طبعا من البوتوكس والفيلر والأشياء دي. بالنسبة مثلا للمكياج التقليد، هل هو مضر فعلا؟ لا طبعا، أبدا ما أنصح أي أحد يستخدم أي ميك اب ما يكون أوريجينال ومن مصدره الأساسي ومن نفس المكان ما أخده بنفسه، لأن المواد اللي بتكون فيها بتكون محتوية على رصاص، محتوية على حاجات تانية، أصلا اللون بيطلع مو نفس اللون وبيترب على البشرة. ولا، في خطوات وفي ستيبات لازم الواحد يعملها علشان يطلع بلوك حلو، حتى لو كانت هي بتعمل ميك اب لنفسها. يعني مو شرط انه كميك اب ارتست، لا، انا لما حتى استخدم ميك اب استخدم ميك اب اللي يناسبني انا، فاكيد ما حسترخص في الميك اب اللي يكون مناسب لبشرتي لانه هو وجهنا، ما ينفع نلعب. انا قصدت ان انا اسال السؤال ده للبنات الصغيرين اللي يحبوا مثلا يشتروا حاجة شبه البراندات، بس احنا عارفين ان البراندات حاجة غالية جدا، في نفس الوقت احنا بنقول لا ما تستخسريش في نفسك عشان ده وشك. ايه the most colors اللي طالعة ورائجة في 2021؟ الالوان اللي هي على جولد، السيلفرات، كل الالوان هي ما يعني موضه الالوان، ما في يعني لون معين بالذات في الميك اب. الميك اب يعتمد على الستايل كامل، يعني لو كانت عروسه مثلا على حسب برضو الفستان مايل على جولد، مايل على سيلفر، اوف وايت او ابيض، فهذه كلها يعني كل الاشياء دي بيتعمل لها استشاره وبعد كده بنحدد ايش المناسب لللوك كامل. يعني الالوان على حسب، انت ممكن تكون في الوان قريبه على قلبك فاحنا يعني بنتكلم فيها مع بعض في طريقه كيف هنحطها، ايش الرسمه المناسبه لعينك، ايش المناسب لبشرتك ولطلتك. فالالوان صعب انه احنا نحدد انه في مثلا تريندينج للون معين بالذات في الميك اب، صعب. بس اغلب الناس صارت تطلب الميك اب الناعم، تحب الميك اب الهادي، وانا كمان افضل كده. يعني انا احب انه الميك اب يكون يبرز جمالك اكثر من انه انا اغير لك ملامحك كامله في الميك اب. السنة دي ترندات الحواجب كانت عاملة شغل جامد على السوشيال ميديا، تفتكري السنة الجاية الحواجب هتتغير؟ أكيد طبعا، كل فترة بيتغير شيء. وعموما اللي هي طبعا طالعة الحواجب السبايكي وبتطلع شعرة، بس في الأول وفي الآخر إحنا دايما نحاول نحافظ على الشيء المناسب ليكي، وفي نفس الوقت الرسمة اللي تفضل طول العمر معاكي. يعني مثلا انه في ناس مثلا بتحدد السبايكي دي بتكون لها يعني ستايلات معينه، فما ينفع عروسه تعملها، صعبه، لانه الصور دي هتفضل معاكي عمر، فانت لازم تختاري الشيء كلاسيك اللي يكون مناسب ليكي. مين اكتر حد دعمك في عالم الميك اب؟ عالم الميك اب اهلي، صحباتي، كل الناس اللي كانوا قريبين مني، كانوا حتى لو انا كنت يعني من جوة نفسي انا شايفه ان انا ما عملت شيء حلو، كانوا بالعكس لا، دائما يقولوا لي لا انت تمام وشغلك حلو وحتتعلمي وحتدي حاجه اكتر ان شاء الله باذن الله. فعشان كده ده كان دافع لي وانه اكمل في الموضوع اكتر وانه انا اتخصص في الميك اب واركز فيه. اجمل شيء الدعم المعنوي من العائله، هذا سر النجاح. ايه اكتر عمل ضجه؟ يعني ايه اكتر حاجه بتشتغلي عليها؟ فاشن شوز، عرايس،
إيه؟ أنا بصراحة أحب أعتمد على العرايس في شغلي لأنه شيء مقرب لقلبي، وأحب أشوف فرحة كل عروسة وكيف أهتم بتفاصيلها. يعني كل عروسة تكون معايا لما أشوفها مبسوطة وطالعة وهي حاسة نفسها فعلا هي عروسة، يعني حاسة نفسها ملكة في يومها وحاسة نفسها أنه هي سعيدة في شيء ده. فأنا في وقتها بحس أنه أنا راضي عن الشغل اللي أنا قدمته، لأنه بالنسبة لي الميك اب مش مهنة، الميك اب فن، عشق، حاجة يعني حاجة أنت تستمتعي بيها وأنت بتعمليها، فهي بعيدة عن البزنس. كيف كانت بدايتك في الميك اب وعالم الميك اب؟ بدأت أشتغل على كذا موديل، حسيت نفسي أنه لا لسه محتاجة أنه أنا أطور من نفسي أكثر. كنت أشوف فيديوهات، أخذت كورسات عند ميك اب أرتست عالميين، سافرت واشتهت في الموضوع ده كثير عشان أنه أحاول أوصل للنتيجة اللي ترضيني وتكون مرضية لكل أحد أنا بعمل له ميك اب. الجديد بقى أنه ابتهال راح تفاجئنا بعرض أزياء عندها قريبا، حاب تخبرينا بس من غير تفاصيل؟ بالنسبة للفاشن شو اللي احنا هنعمله، هو انا ما ابغى يعني ما اقدر اصرح بتفاصيل كتير، بس حيكون حاجة حتكون تحفة وحتكسر الدنيا ان شاء الله وحتعجبكم، واكيد طبعا صدى البلد حتكون اول ناس حتكون هي اللي معانا تنقل الخبر. اشكر صدى البلد واشكر كل الناس اللي شاركت معانا وتعبت وكانت واقفة معانا عشان نعمل كل الشغل الحلو ده، واستنونا ان شاء الله باذن الله في اشياء جديدة وحاجات كتير حتعجبكم ان شاء الله. Guys, watch us on Sada al-Balad English Sea.